سي سبيس عبارة عن بوابة تعتمد للتأكد من أن البحث لم يعتمد فيه الذكاء الاصطناعي. أول خطوة هي اختيار AI Detector، ثم رفع الملف PDF إلى البوابة. وعندما تنتهي عملية تحميل أو رفع الملف إلى البوابة، فتبدأ عملية التحقق من أن الملف لم يستعمل فيه الذكاء الاصطناعي. عندما تنتهي تلك العملية، يظهر النتيجة بإعطاء كلمة completely human أو إعطاء الـ ratio of similarity.